شاكت حالي، اضحك لها لو حتى حزين، اضحك لها لو حتى حزين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم والسلام عليكم وأقرب طريق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فاذكروني أذكركم، اذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء، اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل، اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. الشيخ صلاح الدين التجاني يقولك الإنسان يفضل يذكر الله بلسانه حتى ينزل سلطان الذكر على قلبه. قلبك ينور، ولما ينور ربنا يستوي على هذا، يعني القلب يستوي على عرش هذا القلب باسمه الرحيم. أصل ربنا استوى على عرشه الحسي باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى، واستوى على قلب أو قلوب الذاكرين باسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فيفضل القلب يذكر ذكر لا إرادي، حتى لو تركت الذكر الذكر لا يتركك، يتوقف ذكر لسانك وقلبك يفضل يذكر، ده اسمه ذكر القلب. فالأذكار القولية المقصد منها أو هدفها أنه يصل هذا الذكر إلى القلب. اللسان بيفنى أما القلب فيبقى. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب دايما فيه تعب، فإن في القلب شعث تشتت لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة، وحدة وغربة لا يذيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه فاقة، فقر وحاجة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له. ولو أعطى العبد الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. ربنا بيقول لنا اذكروني عشان عايز قلوبكم تطمئن. طب هو ايه الذكر؟ الذكر كلمة شاملة واسعة جدا. لو انت مثلا كنت بتقرأ قرآن فانت تعتبر ذاكر، لو استغفرت الله عز وجل فانت ذاكر، سبحته حمدته كبرته ووحدته فانت ذاكر لله، حتى لو دعيته او قريت في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام فانت ذاكر لله. فأي نشاط يعني يقربك من الله عز وجل فهو ذكر لله، وساعتها قلبك يعني هيكون حي او في حياة وتحت رعاية الله وعنايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني قال رجل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به يعني جامع دلنا على عمل يجمع كل هذا. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كثرة الذكر هتخليك دايما في اتصال بينك وبين ربنا، بعد شوية هتحس بالمعية الإلهية إنه دايما معاك وبتسمع ذكره ليك. موقف مثلا حصل لك تلاقيك بتستدعي جواك آية أو حديث يوجهك يدعمك يطمنك يحضرك، يعني بيحصل عندك اتصال دائم بينك وبين الله عز وجل. واوعى تترك الذكر لو انت في الأول ما بتحسش بالكلام ده أو بالمعاني دي. يقول سيدنا ابن عطاء الله رحمه الله: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. إن أنت ممكن تكون مش مستحضر أي معنى من المعاني دي جواك، بس يعني غفلتك يعني عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. عدم ذكرك أصلا ده أشد عند الله من إنك في غفلة وإنت بتذكره بلسانك وقلبك مشغول في حتة تانية. بس البداية يعني تكفي إن في جارحة في جسمك مشغولة بذكره، ودي أول خطوة. فعسى يعني ربنا إن هو يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، مش شايف غيره، وما ذلك على الله بعزيز. يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يجري عليك عز وجل أقرب طريق. اذكروني أذكركم. والله تعالى أعلى وأعلم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.